في سؤال مهم جدا سألته الناس. الأستاذ عثمان أباظة انفرد في الراديو على أون سبورت النهاردة الصبح بتفاصيل من قلب الاتحاد الإفريقي قبل صدور القرار إن القرعة هتتعمل بكرة الأربع أو النهاردة الأربع، وإن هيبقى في علامة إكس للفريق اللي متبقي في بطولة أبطال الدوري وعلامة إكس للفريق المتبقي في الكونفدرالية لحين إعادة مباراة الزمالك وفوت السنغالي. الفايز هيروح إكس لبطولة أبطال الدوري، والمهزوم هيروح إكس بطولة الكونفدرالية. سألت الناس وكنا محتارين وكل الإعلاميين كانوا محتارين، يا ترى إزاي هيصطبق موضوع التصنيف؟ الزمالك تصنيف تاني وفوت السنغالي تصنيف رابع. اجتهدنا واتكلمنا مع ناس كتير، وزميلنا الأستاذ أحمد عويس كتب على صفحته وأرشدنا، بشكره شكرا جزيلا، وناس من الاتحاد الإفريقي اتكلمنا معاها، ولكن احنا بندي حق الناس. وعرفنا ان الاتحاد الإفريقي قرر ان الزمالك وفوت السنغالي تصنيف تاني. اقول تاني، الاتحاد الإفريقي كان يحل الأزمة دي حط الزمالك تصنيف تاني وفوت السنغالي تصنيف تاني، فبكرة في القرعة هتلاقوا اكس في بطولة ابطال الدوري تصنيف تاني واكس في الكونفدرالية تصنيف تاني. الزمالك لو فاز هيبقى تصنيف تاني في اكس بتاع دوري ابطال الدوري والسنغال ان شاء الله الفريق السنغالي لما يتغلب هيروح اكس تصنيف تاني في الكونفدرالية. عشان ده بس سؤال مهم وكان محيركم كده تمام. وانا اقول تاني، القرعة بكرة هتتعامل اكس في ابطال الدوري في انتظار الفائز من مباراة الزمالك وفوت السنغالي، وان شاء الله هيكون الزمالك، واكس في الكونفدرالية هيكون في انتظار المهزوم من مباراة الزمالك وفوت السنغالي، وان شاء الله هيكون فوت السنغالي. الاتنين تصنيف تاني، عشان الموضوع ده كان محيركم جداً.